قدير. على بركة الله. الو غادي نحتاجو البطاطا طبعا، جوج بطاطا، ثلاثة أربعة على حسب المول اللي غادي نديرو فيه، كبار ومقطعين دوائر، وياريت يكونوا دوائر شويه كبار، يعني نحاولوا نختاروا البطاطا تكون شويه كبيره باش تقطع لنا، لان غادي نغلفوا بها المول، هذه غتكون هي القاعده ديال هذا الكيش. تمام. اذا البطاطا خضراء ولا لا؟ خضراء مقطعه رقيقه. دوائر ماشي رقيقه بزاف بحال لي شيبس، وانما غلط شويه من لي شيبس، تكون مويل. تماما. غادي نحتاجوا البطاطا مقشره ومقطعه ومحطوطه في الماء والخل كيف قلنا، الماء بارد. غنحتاجوا جوج البيضات، ربعه الحليب، ربعة المعالق كبار ديال القشدة الطارية، كاس ديال الدقيق، 50 غرام ديال الجبن محكوك، شامبينيون، علبة صغيرة ديال الشامبينيون، وغنحتاجو البصلة، وغنحتاجو الفلفل ألوان، أحمر خضر، إلا ما كانوش ألوان ممكن نكتفيو غير اللي موجود، والزيتون يكون مقطع سواء الخضر أو الكحل اللي متوفر. تمام. ألوغ نبداو بالطريقة. كيف قلنا حنا مقطعين دابا البطاطا دوائر وحاطينها في الماء، غادي نصفيوها من هذاك الماء ديالها، غادي ناخدو المول غادي ندخلو الفران، غندهنوه بالزبدة، غادي ندهنوه بالزبدة، ومن بعد غادي نستفو البطاطا، غنستفوها طبعا في القاع ومن بعد الجناب، كاننا غادي نديروا البات ديال العجينه، وانما غادي نديروها بالبطاطا، يعني المول غنغطيوه مزيان بالدوائر ديال البطاطا. تماما. غنغلفوا المول كامل، يعني القاع ديالو الجوانب ديالو كاملين نغطيهم بالبطاطا، غنحطوا لهم مول على جنب. من بعد غادي ناخذ واحد البول، غادي نديروا فيها جوج بيضات والحليب 250 غرام او كاس كبير ديال الحليب، 4 حتى 5 ديال المعالق ديال لاكريم فريش، وغادي نضيفوا عليه الدقيق اللي درنا، كاس حتى هو ديال العنبه كبير ديال الدقيق، غنخلطوا هذا الخليط مزيان. من بعد وغنضيفوا عليه الجبن، 50 غرام ديال الجبن، جبن محكوك. تماما. محكوك. بالنسبه للشامبينيون غادي نشحروا في شويه ديال الزبده وشويه الملح والبزار. ضروري الزبده ولا نديرو زويته؟ ماشي مشكل، حنا باش نبقاو ديما شويه كنحضروا، لا ممكن نديرو في شويه نسوتيو واحد شويه ديال الزيت وشويه ديال الملحه اولا شويه ديال الابزار تنسوتيو، وديك البصله حتى هي تنقطعوها وتنشحروها حتى هي في زويتها وشويه الملح وشويه الابزار، الفلفله حتى هي تنشحروها. اذا عندنا الشامبينيون مشحر، عندنا البصله مشحره، وعندنا الفلفل حتى هو مشحر، تنزيدوا على الخليط ديال البيض وديال الحليب وديال لاكريم فريش وديال الدقيق، تنخلطوا هذه المقادير كامله وتنضيفوا عليها الزيتون مقطع، ومن بعد ملي تنساليو هذه لافارس تنكبوها في المول اللي حنا ديجا درنا فيه البطاطا، يعني ديجا محضر الدوائر ديال البطاطا. بالنسبه للجبن كاين اللي تيبغي يدير في قلبه ويدير على الوجه ديالو، سينو اللي ما بغاش يدير في قلب لاباغاي ممكن يدير غير الفوق باش يتكغاتينا ويدخلوا الفران. طبيعه الحال الفران تيكون سخون، تندخلوا المول الفران، ما تياخذش لينا الوقت بزاف، لان ما عندناش شي حاجه اللي غادي تاخذ لينا الوقت ديال البطاطا طيبنا شي شويه فقط، وغادي تجمع لينا الخليط ديالنا، وراه باينه باش غادي نعرفوه طاب ولا ما طابش، ناخذوا موس ناشف تندخلوا في القلب ديال المول، الا خرج لينا ناشف راه طيب، خرج لينا مازال تنخليوه شويه حتى يطيب وحتى يطيب، ونخرجوه من الفران ونقدموه بالصحه والراحه.